يبقى هنرجع للخبر الابرز اللي عاشته مصر امبارح، المؤتمر الخاص بايجيبتس 2022 ومقابله الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجموعه من اصحاب الشركات او رؤساء مجالس الشركات الكبيره مثل بريتش بتروليوم برنارد لوني، واستقباله ايضا لجون كريسمان الرئيس مجلس إدارة شركة أباتشي، وكلا الشركتين ليهم استثمارات وبيشتغلوا بشكل كبير قوي في مصر. خلونا نشوف التقرير التالي ثم نعود مرة أخرى للمتابعة. افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحا مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ايجيبتس 2022 في دورته الخامسة، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة كما تفقد سيادته المعرض المقام بهذه المناسبة. أهلا بحضرتك فخامة الرئيس في معرض إيجيبتس في نسخته الخامسة، وأهلا بحضرتك في الجناح الخاص بوزارة البترول والثروة المعدنية اللي بنستعرض فيه أهم قصص النجاح اللي حصلت في الوزارة، واللي من ضمنها مركز القيادة الاستراتيجي لقطاع البترول في العاصمة الإدارية. من سنتين وفي نفس المكان زمايلي عرضوا على حضرتك ملامح برنامج التأهيل اللي بيتم لشباب القطاع، ساعتها كانوا لسه في بداية التجربة. دلوقتي حابين نشارك مع حضرتك بعض الخبرات اللي مرينا بيها والتجارب اللي اكتسبناها. صراحة البرنامج كله غير مفهومنا عن منظومة الطاقة، وخلانا نفكر ازاي نقدر نعزز دور وزارة البترول في تحقيق التوازن بين الاستدامة وتلبية احتياجات الطاقة. اللي احنا تعلمناه جات لنا الفرصة نطبقه على أرض الواقع من خلال زيادة اعتماد شركاتنا علينا وثقتهم فينا في قدرتنا على القيادة واتخاذ القرار، وكمان من خلال مشاركتنا كشباب في منتزه غاز شرق المتوسط. برحب بحضرتك مرة تانية، أنا محمد حازم شركة MP. تكملة على كلام عبير، منتدى غاز شرق المتوسط والانطلاق كان نتيجة مباشرة للجهود والمبادرات المصرية للاستفادة من الموارد الموجودة في المنطقة. ده أدى لتأسيس المنتدى واختيار القاهرة كمقر ليه، واللي بالنسبة لينا كشباب كان مصدر فخر كبير وتأكيد على مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. وجود المقر في القاهرة ادانا الفرصة كشباب ان احنا نكون من ضمن مجموعات عمل من دول مختلفة لدراسة ازاي نقدر نستفيد من البنية الاساسية الموجودة في دول المنتدى، وكمان المشاركة في وضع استراتيجية عمل طويلة الاجل، واللي من اهم اجزائها التركيز على موضوعات زي تحول الطاقة، الحد من الانبعاثات، واستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف. دي من اهم الموضوعات اللي ايجيبتس هيركز عليها السنة دي للاستفادة من الخبرات العالمية اللي موجودة معنا، وكمان تمهيد لاستضافة مصر لقمة المناخ العالمية السنة دي ان شاء الله من شرم الشيخ. اخر حاجة نحب نشاركها مع حضرتك ان احنا فخورين بالثقة والدعم اللي احنا اخدناهم، ومسيرة التدريب مكملة في الدفعة الثانية من البرنامج، واللي هي استمرارية لتوجيهات حضرتك باستخدام طاقتنا كشباب. نتمنى نكون عند حسن الظن. بنشكر حضرتك على تشريفك لينا، وبنشكر المهندس طارق على اهتمامه بينا وعلى ان هو اتاح لنا الفرصة ونقف قدام فخامة الرئيس ونعرض تجربتنا. شكرا جزيلا. الإقليمي لشركة تندر جي الشرق الأوسط. احنا السنة دي ان شاء الله بنحتفل ب 85 سنة الاستثمارات في مصر. طبعا لما حصل لشركات البترول يعني ذراع تنفيذي لشركات انيو بي بي وشركات الناس واكيد البحر الاحمر. كان شريف المهندس شريف المدير شريف ايوب مدير عام تندر جي يا فندم. احنا بس السنة دي برضو ابتدينا نمسح السايز من البحر الاحمر ثلاثي الابعاد ان شاء الله يخلص في شهر مارس، وبعد كده تحليل بيانات على اخر السنه ويبتدي جاهز المزايده بتاعه الوزاره ان شاء الله. استثمارات كليه 150 مليون دولار ما بين خليج السويس وما بين البحر الاحمر ان شاء الله على اخر السنه نخلصه ويبقى جاهز للحفر ان شاء الله. شكرا. حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي من السادة وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط. انواع حياتك تكنولوجي جديده بتستعملها مادونا اسبون وعايدين عندنا في الشركه منها هتشرح حياتك يعني سريعا كده.
اهلا وسهلا بحضرتك. اشتغلت على تنميه حقول غرب الدلتا، حضرتك طبعا سمعت عنها. احنا هنعرض لسيادتك تكنولوجيا اول مره يتم تطبيقها في البحر المتوسط، وهيكون من خلال شركه بي بي. هي تكنولوجيا للمسح السيزمي من خلال قاع البحر اوشن بوتم نود، ودي باختلافها عن الطريقه التقليديه للمسح السيزمي اللي بيكون من فوق سطح البحر. بتساعدنا على اننا نحدد بشكل ادق مواصفات ومكان خزان الغاز، وبالتالي اختيار احسن اماكن الابار الجديده. على سبيل المثال احنا هنطبق التكنولوجيا دي في حقل اتول في ابريل الجاي ده ان شاء الله. وزي ما ذكرت لسيادتك اللي احنا هنستخدم التكنولوجيا عشان نحدد افضل اماكن الابار الجديده، فدي هتساعدنا في اللي احنا ننتج بشكل اسرع. التكنولوجيا في اتول هيتم تطبيق المسح من 900 متر وبتكلفه 50 مليون دولار. حقل اتول حاليا بينتج اكتر من 300 مليون قدم مكعب من الغاز و10000 برميل من يوميا من المكثفات. وطبعا يعني حسب نتيجه المسح، بس متوقع ان الستدي دي تساعدنا ان احنا نزود الاحتياطي من 1 ل 2 تريليون قدم مكعب من الغاز. شرفنا جدا بجاي حضراتكم النهارده، وان شاء الله خير. شرفنا جدا يعني زيارة حضرتك، وشغالين في الـ 95، يعني دلوقتي تقريبا 20% مبيعاتنا 95، شغالين في الـ CNG، شغالين تقريبا بنعمل 50 محطة شغالين، وأجدني يعني إن شاء الله يبقى 120 سنة كمان، وإحنا داعمين تماما يعني. ربنا يخليك يا فندم، وإحنا حاسين بالدعم ده جدا يعني، وبشكر حضرتك جدا. سيادة الرئيس، حضرتك شرفتنا. أنا رئيس شركة بيكر يوز في مصر. بيكر يوز شركة عالمية وفي نفس الوقت مصرية. احنا برضو بقالنا أكتر من 100 سنة في مصر. احنا كان لينا الفخر ان احنا نشتغل في مشروع زهر، في حفر أبار زهر وتنمية البنية التحتية. احنا بنشتغل على برضو مع برؤية معالي وزير البترول على برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول، وفي تطور في البرنامج ده. احنا برضو شركة عندنا حلول للتحول الطاقي والطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية، واحنا شغالين على مبادرات في المجال ده، وان شاء الله هنشترك السنة دي في مؤتمر المناخ شرم الشيخ كوب 27 بالتعاون مع وزارة البترول. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم بي بي، وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس، وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة بي بي، والتي تعد من أكبر منتجي النفط في مصر، فضلا عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف للبترول في مصر. كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جون كريسمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث وإنتاج البترول. السيد الرئيس أكد تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشي الأمريكية في مصر، والتي تسهم بشكل كبير في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية ويساهم في جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة في شرق البحر المتوسط، وتطلع مصر لتعزيز أنشطة شركة أباتشي واستثماراتها في مصر سعيا لزيادة الاستكشافات في مجال الغاز والبترول ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات.